This is the scientific age. You cannot escape it. No one in the East can, no one in the West can. عالم فيزياء عبقري له إسهامات عظيمة على الساحة العلمية، وحاز على جائزة نوبل تقديراً لإسهاماته العظيمة، وحظي أيضاً بتقدير العالم الغربي حيث عمل وأبدع. أما بين قومه فقد نسي تماماً ولا أحد يعرف اسمه، بل وأسوأ من ذلك بكثير تم تكفيره وتدنيس قبره. تعرف على قصة العالم الباكستاني المسلم محمد عبد السلام. ولد محمد في مدينة جهانغ في باكستان عام 1926. كان الحي الذي يسكن فيه بدائياً جداً، بلا كهرباء ولا خدمات، حتى أن عبد السلام لم يرى مصباحاً كهربائياً إلا بعد دخوله الجامعة، ولم توفر له دولته أدنى متطلبات الحياة. مع ذلك كافح الصبي وأهله ليكمل تعليمه، ونجح الصبي بدخول جامعة لاهور الباكستانية، ولمهارته بالرياضيات والفيزياء قدمت له جامعة كامبريدج منحة دراسية. بعد حصوله على الدكتوراه من كامبريدج، فضل محمد العودة لبلاده بدلاً من البقاء في الغربة، وعمل كأستاذ للرياضيات في الجامعة. لكن حياته في الوطن لم تكن سهلة وجميلة. في العام 1953 دلعت أعمال شغب استهدفت أتباع الطائفة الأحمدية التي ينتمي إليها محمد. یہ مسلمان نہیں اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو جو مسلمان نہیں وہ یہاں رہ کر خود کو مسلمان کہلا سکتا نہیں. واضطره ذلك للهروب من وطنه إلى بريطانيا التي استقبلته برحابة صدر. هناك أطلق العنان لإبداعاته، قام بأبحاث حول نظرية القوة الكهروضعيفة، ووصل لاكتشافات جديدة حولها، ونال جائزة نوبل تقديراً لجهوده. بالرغم من كل شيء، حافظ محمد عبد السلام على حبه لوطنه. رفض الجنسية الإيطالية والبريطانية، وفي الستينيات أسهم بالبرنامج الفضائي الباكستاني، وشارك مشاركة فعالة ببناء قنبلة نووية لباكستان. إلا أن وطنه تنكر لجهوده. في العام 1974 صدرت قوانين في باكستان تستهدف الطائفة الأحمدية. جرد ذلك القانون محمد من هويته الإسلامية، بالرغم من أنه كان متديناً ويرى أن الإسلام لا يتعارض مع العلم. وہ اگر پاکستانی ہیں اور پاکستان کے قانون آئین کے مطابق امن سے رہنا چاہتے ہیں تو وہ رہیں، مگر ان کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہوگی، اپنی کسی عمارت کو مسجد کہنے کی اجازت نہیں ہوگی، خود کو مسلمان کہنے کی اجازت نہیں ہوگی. وللمفارقة أن الجميع نظر لمحمد عبد السلام على أنه عبقري مسلم، إلا بلاده التي لم تعتبره مسلماً. أكمل عبد السلام حياته في الغربة إلى أن توفي في أمريكا عام 1996، ونقل جثمانه إلى باكستان ليدفن بها، وهناك كرمه بلده على طريقته الخاصة بحذف كلمة مسلم من على شاهد قبره. اسم محمد عبد السلام لم يمحى في الغرب، وما زال محط تقدير وإجلال من قبلهم. لم يهتموا لدينه ولا قوميته، ووصل بهم الأمر لصنع فيلم وثائقي عنه ليطلعوا أجيالهم الجديدة عن إنجازاته. I am the first Muslim who has got the prize for science, breaking the barrier, taking away that sense of inferiority which over the centuries had come over the Muslim youth that they had left behind in science.